السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من English for Communication، وهو نشاط من الأنشطة اللي كتنظمها طبعا المكتبة الوسائطية بطنجة. الدرس ديالنا اليوم تحت عنوان 6 Common Phrases in Business English. طبعا كاملين بينا كنعرفوا أن الإنجليش لانجويج مهمة بزاف، خصوصا في الدومين ديال العمل أو الدومين ديال البيزنس. لهذا جمعت لكم 6 أهم 6 جمل كتقال في الإنجليزية. أول فريز هي To whom it my concern. ملي كدي تتواصل مع شي شركة وما عارفش مع من بالضبط غتتواصل، واش المدير، واش المسؤول للموارد البشرية ولا إلى آخره، وباغي تبقى اللغة ديالك فورمو، كتكتب To whom it my concern إلى المسؤول مثلا. تاني عبارة هي Please find attached، وهي عبارة كنستعملوها ملي كنجيو نصيفطو شي ملف مع الرسالة ديالنا، مثلا Please find attached my CV أو my resume. ثالث عبارة هي FYI، هو معنى ديالها هو For your information، اللي معنى ديالها بالعربية لمعلوماتك. زعما ملي كتبغي تقول له مثلا For your information I will be in London next week. ورابع فريز هي stay on budget، بمعنى spend as much money as originally planned، بمعنى كاين واحد budget في شي مشروع ولا شي حاجة ما خصك تفوتو، وكاين go over budget بمعنى spend a little more money which you haven't planned to spend، اللي هي كتspend more money بزاف كتر ولا شوية من المتوقع ديالكم. خامس فريز اللي عندنا هي ASAP، ملي كتبغي ترسل واحد الايميل لشي شركه وهذه الرساله هي urgent، يعني بمعنى رساله خصهم يشوفوها ديك الساعه، فكتكتب ASAP في ديك السبجكت بمعنى as soon as possible، يعني ضروري تشوفها اقرب وقت ممكن. والسادس فريز اللي هي مهمه بزاف هي set deadline. Set deadlines كتعني حط واحد deadline، حط واحد الوقت محدد باش يتسالى داك المشروع. وكاين meet deadlines. Meet deadlines هي انك البروجي ديالك ساليتي في الوقت المحدد، يعني جيتينيشان مع deadline. هادشي اللي كاين في الحصة اليوم، طبعا غنخصصو بزاف ديال الوقت للبيزنس انجلش حيت هي مهمة بزاف ومن اهم الدواعي ديال التواصل بالانجليش اللي هي العمل والبيزنس. وان شاء الله نتلاقاو في الحصه اللي ما جا في موضوع جديد.